أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 10 والنهاردة هناخد لسن 3 معكم مستر محمد سيف. يلا بينا نبدأ درسنا. درسنا لسن 3 متكون من 2 بارتس. نبدأ مع بعض بارت 1 اللي عنوانه The Benefits of Ecotourism، يعني فوائد السياحة البيئية، وفي كمان جزء Language Focus يعني جزء خاص بالجرامر. نبدأ بقراءة الفوكاب. Sightseeing، sightseeing يعني زيارة المعالم السياحية. Ecotourism، ecotourism السياحة البيئية. Local people، local people السكان المحليين. Ecotourist، ecotourist سائح بيئي. Eco-friendly، eco-friendly صديق للبيئة. Campsite، campsite معسكر تخييم. بنكمل مع بعض. Boring، boring ممل. Deadline، deadline الموعد النهائي لأي حاجة project مثلا. Keen، keen متحمس أو مهتم. Hard work، hard work عمل شاق. Relaxing، relaxing يعني مريح. Local communities، local communities المجتمعات المحلية. Explore، explore يستكشف. benefits، benefits يعني فوائد. cycling، cycling ركوب الدراجات. support، support يدعم أو يساند. recycle، recycle يعيد تدوير. visitors، visitors زائرين. traffic، traffic يعني مرور. عندنا مجموعة من important expressions and prepositions التعبيرات المهمة وحروف الجر. whenever possible، whenever possible يعني إذا أمكن. provide jobs or create jobs يعني توفر وظائف. take care of equal look after الاثنين معناهم يعتني بي. cause less damage، cause less damage تسبب ضرر أقل. good for you، good for you جيد لك. try to، try to يقوم بتجربة شيء. الجدول ده مهم جدا زي ما عارفين. نحفظ الجمل دي، هي مأخوذة من الدرس اللي احنا لسه هنقراه، بس دي أقل حاجة ممكن نحفظها يعني عشان لو انطلب مننا نتكلم أو نكتب عن التوبيك اللي هو عندنا هنا The Benefits of Ecotourism، يبقى عندنا جمل نقدر نستخدمها. اوكي نبدأ مع بعض نقرأ. ده برزنتيشن عاملاه بنت اسمها لينا. لينا's presentation about ecotourism، عرض تقديمي للينا عن السياحة البيئية. لينا بتقول My presentation today is about ecotourism and why it's a good idea. بتقول عرضي النهاردة عن السياحة البيئية وليه هي فكرة كويسة. Egypt is a very beautiful country, so we must look after it. مصر دولة جميلة جدا، لذلك يجب علينا أن نعتني بها. However, lots of people wanted to visit Egypt because it's a very interesting place. ومع ذلك كتير من الناس عايزين يزوروا مصر لأنها طبعا مكان مثير للاهتمام. It's good if we have lots of visitors, but tourism can sometimes mean too many big hotels and too much traffic. بتقول من الكويس أوي إن إحنا يبقى عندنا زوار كتير، ده مفيد طبعاً، ولكن السياحة ممكن أحياناً ده يبقى معناها إن يبقى عندنا فنادق كبيرة كتيرة وزحام كتير. This can cause problems، وطبعاً ده ممكن يسبب مشاكل. Ecotourism is good because people can visit and enjoy the environment but not in a way that damages the environment. بتقول السياحة البيئية هي كويسة لأن الناس تقدر تزور وتستمتع بالبيئة ولكن بطريقة ما تدمرش البيئة.
These are my ideas about why I think ecotourism is a good idea. وهي هي بعض أفكاري اللي هتعرض فيها لماذا هي بتعتقد إن السياحة البيئية فكرة كويسة. If people learn more about the environment, they will want to protect it. بتقول لو الناس اتعلمت أو عرفت أكتر عن البيئة، ده هيخليهم سوف يكونوا أو سوف يريدوا أن يحموا البيئة. If tourists take care of the places they visit, they will cause less damage to the environment. لو السياح اعتنوا بالأماكن اللي هيزوروها، ده هم سوف يسببوا أضرار أقل للبيئة. If tourists stay in simple eco-friendly accommodation, there won't be so many big hotels. بتقول لو السياح دول قعدوا في accommodations، يعني مكان إقامة بسيط صديق للبيئة، طبعا مش هيبقى فيه طبعا فنادق كبيرة كتير. If ecotourism is successful, it will create new jobs for the local people. بتقول لو السياحة البيئية دي نجحت أو كانت ناجحة، ده طبعا هيخلق وظائف جديد للسكان المحليين. Thank you for listening. Are there any questions؟ شكرا لسماعكم. هل هناك أي أسئلة؟ طبعا احنا لازم ننهي أي presentation إن احنا نفتح مجال للناس اللي بيسمعونا إنهم يسألوا عن أي حاجة. بيسألنا هنا سؤال: How much of an ecotourist are you؟ بيقول لك قد إيه أنت سائح بيئي، تكون سائح بيئي. هنقرأ شوية حاجات هنا، بنشوف أنت أنهي وصف مناسب ليك أكتر. أول وصف بيقول لنا you prefer traditional vacations، بتفضل الأجازات التقليدية، but you can still be an ecotourist by helping the environment while you're away. بيقول ولكن ما زلت أنت سائح بيئي، بتساعد البيئة أثناء ما أنت بعيد. For example، على سبيل المثال try to walk or travel by bus or train، حاول إن أنت تمشي أو تسافر بالأتوبيس أو القطار. And recycle your trash whenever possible، وإن أنت تعيد تدوير الكمامة بتاعتك إن أمكن. You wanted to take care of the environment and support local communities. بيقول أنت تريد إنك تعتني بالبيئة وتدعم المجتمعات المحلية. So you are keen to learn more about ecotourism. لذلك أنت متحمس تتعلم أكتر عن السياحة البيئية. Next time you go on vacation, try out some ecotourism activities like wildlife watching, cycling or snorkeling. بيقول لك المرة القادمة لما تروح في إجازة، حاول إن أنت تعمل أو تمارس يعني بعض الأنشطة البيئية زي مشاهدة الحياة البرية أو ركوب الدراجات أو السنوركلينج الغطس. You're a great ecotourist. You like to explore new ways of traveling and do activities that don't damage the environment. أنت سائح بيئي عظيم، أنت بتحب تستكشف طرق جديدة للسفر وتعمل أنشطة اللي طبعا مش بتدمر البيئة. Good for you، ده حاجة جيدة ليك. جزء اللانجويج أو جزء الجرامر دلوقتي هنتكلم عن الـ first conditional if، الحالة الشرطية الأولى بنستخدمها أو الـ usages بتاعتها. بيقول لنا we use the first conditional to talk about things، عشان نتكلم عن الحاجات that are likely، اللي محتمل to happen in the future، محتمل تحصل في المستقبل. الفورميشن بتاع جملتنا بيبقى بالشكل ده، بنبدأ طبعا بإف اللي هي إف الشرطية، بعد كده جملة أو الفعل، فعل الشرط بتبقى في زمن الـ present simple tense، المضارع البسيط، وبعد كده كوما عشان أفصل ما بين جزئي الجملة. الجملة التانية اللي هي جواب الشرط اللي هيحصل لو عملنا
الجملة أو العبارة الأولى دي بتتكون بقى الجملة دي من فاعل وبعد كده well وبعد كده الفعل بتاعي في الانفينيتيف أو في المصدر. ممكن نختصر well إلى أبوستروف ال، أو لو جملة منفية تبقى will not، أو نختصرها بالشكل ده تبقى won't، وبرضو هيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف. أقدر أنقل إف لنص الجملة، لنص الجملة، بس إف لما تنقل هتنقل بالجملة بتاعتها اللي هي فعل الشرط اللي هي في المضارع البسيط. الجملة التانية اللي بعد الكوما هي اللي هتيجي في الأول كلها. يبقى هنبدأ بالسبجكت وبعد كده will or will not or won't، وبعد كده فعل في المصدر وإف بجملتها اللي هي فعل القوم. ناخد بالنا إن ما دام إف موجودة في النص يبقى مش محتاج كوما زي ما كانت في الأول، لأن إف هنا كده بتفصل جزئي الجملة. نقرأ example على الكلام ده، بيقول لنا if people learn more about the environment، لو الناس اتعلمت أكتر عن البيئة they will want to protect it، هم سوف يريدوا أن يحموها. مثال آخر إف في النص هنا، he won't catch the bus، هو سوف لن يلحق الأتوبيس if he doesn't leave now، إذا هو لم يغادر الآن. ناخد بالنا من الفعل هنا في الـ present بيبقى فعل في المصدر، لو الفعل جمع هنا لو هننفيه والفعل مفرد هيبقى نجيب doesn't وبرضه الفعل في المصدر. تعالوا نحل مع بعض البوب كويز ده، مش هنخلو كله عشان الوقت. بيقول لنا هنا read and write the correct form of the word in brackets، الكلمة اللي ما بين الأقواس شكلها مش مظبوط عايزة تتصحح. Number one، if she بيقول لنا feel thirsty she will drink some water، إذا هي شعرت. المفترض إن دي جملة في الـ present simple لأن دي الحالة الأولى من F، يبقى بما إن الفعل she يبقى لازم الفعل منضاف له S، يبقى if she feels thirsty. Number two، if we not work together، عايز يقول إحنا إذا إحنا لم نعمل معا we will miss the deadline، سوف يفوتنا الموعد النهائي. طبعا هنا not لوحدها يعني عايزني أنفيها، طبعا بننفي الـ present simple بـ do أو بـ don't أو بـ doesn't على حسب الفاعل. we طبعا تبقى تتنفي بـ don't، يبقى we don't work، والفعل في المصدر بعد كده work. Number three، Ali will being tired if he plays football for 2 hours، عايز يقول لنا علي سوف يشعر أو سوف يكون متعب إذا هو لعب كرة قدم لمدة ساعتين، يبقى will بيجي وراها الفعل في المصدر و verb to be في المصدر بيبقى اسمه be بس. تمام، الباقي نحله في الهومورك ونكمل شرحنا. The shoes. طيب نشوف بقى بارت 2 من درسنا، بيقول لنا إن بارت 2 هناخد فيه درس كلال، يعني درس من مادة أخرى بس بندرسه بالإنجليش، والنهاردة هناخد درس الساينس، وعندنا كمان جزء برونانسيشن للنطق. نبدأ بقراءة الكلمات. أوكي، إيجل إيجل، نسر، سويفت سويفت، طائر السمامة. الطائر ده على فكرة ممكن تبحثوا عنه وتشوفوا فيديوهات على اليوتيوب عنه، لأن هو له معلومات عن حياته وأكله وعيشته شيقة جدا، تقدروا تسيرش عليه وتشوفوا فيديوهات له. سويفت، بليكان بليكان اللي هو البجعة، بليكان، كينج فيشر كينج فيشر، طائر الرفراف. أوكي بعد كده نورثرن نورثرن، هي طبعا احنا نورث يعني شمال، ولكن لما بتبقى كصفة نورثرن بتتحول ال TH نطقها ذا مش ث. أوكي، نورثرن يوروبيان يوروبيان كانتريز، نورثرن يوروبيان كانتريز يعني دول شمال أوروبا. فايند أوت فايند أوت، يكتشف. migration migration، هجرة هجرة. migration across across يعني عبر أو خلال. Mediterranean coast Mediterranean coast،
يعني ساحل البحر المتوسط، سوري، ساحل، ساحل يعني اللي هو الجزء ما بين الأرض والبحر، مش البيتش، لأن البيتش ده المكان اللي بيبقى فيه رملة نقدر ننزل، لكن الساحل ممكن يبقى غير صالح للنزول. Mediterranean coast، Oasis، Oasis واحد جمع Oasis، تمام، بالآي. get to يصل إلى، scientist، scientist عالم، Lake Karoon، Lake Karoon بحيرة قارون عندنا هنا في الفيوم في مصر، Flakov، Flakov سرب، من سرب يعني مجموعة كبيرة من الطيور، Long journey، Long journey رحلة طويلة، Flamingo، Flamingo طائر الفلامينجو. طبعا عارفين الجدول ده، لازم نحفظ الجمل دي عشان نقدر نكتب عن bird migration. bird migration يعني هجرة الطيور. ادي طبعا ده في الهومورك، ونقرأ درسنا اللي بعنوان bird migration، هجرة الطيور. a long journey رحلة طويلة. many birds migrate to and from Egypt and across it. بيقول لنا طيور كتير قوي بتهاجر إلى أو من مصر أو عبرها، يعني يعني بتعبرها بس، يعني ما بتقعدش هنا، because of where it is in the world. ده طبعا بسبب هي فين بالنسبة للعالم. North Africa is hotter than Europe. شمال أفريقيا بيكون أحر من أوروبا. So in winter، لذلك في الشتاء. Many birds leave northern European countries. طيور كتير بتسيب الدول الأوروبية الشمالية. And fly to Egypt، وبتطير لمصر. And other warmer places، وأماكن تانية أدفى طبعا من أوروبا. This means، ده معناه that lots of interesting birds migrate to Egypt. ده معناه إن طيور كتير مثيرة بتهاجر إلى مصر. Such as، زي إيه كده؟ Eagles، Falcons and Swifts. Many water birds migrate to Egypt too. طيور مائية كتير بتهاجر لمصر أيضا. You can often see large flocks of birds such as pelicans near water. بيقول لك تقدر، أنت تقدر غالبا تشوف أسراب كبيرة أو ضخمة من الطيور زي كده البليكن بالقرب من المياه. Along the Red Sea and the Mediterranean coasts، طبعا بطول البحر الأحمر والبحر وساحل البحر المتوسط، as well as on the Nile، وكمان على نهر النيل. These birds often eat fish and plants that live in rivers, lakes, oases and seas. طبعا الطيور دي بتاكل أو بتتغذى على الأسماك أو النباتات اللي بتعيش في الأنهار أو البحيرات أو الواحات أو البحار والبحار. Lake Karoon in Fayoum is a good place to see flamingos. بيقول لك إن بحيرة قارون ده مكان كويس أوي عشان تشوف فيها طيور الفلامينجو. Some birds fly very long distances, making the same journey year after year. بيقول لك بعض الطيور بتطير لمسافات طويلة جدا، وبيعملوا الرحلة دي عام سنة بعد سنة. Even young birds that migrate for the first time seem to know how to get to the place they need to be. حتى الطيور الصغيرة اللي ممكن تكون بتهاجر لأول مرة في حياتها بيبقى شكلها إنها عارفة هي المكان اللي رايحة له أو محتاجة تروح له. How do these birds know where to go? إزاي الطيور دي بتعرف رايحة فين؟ They might use the sun, the stars, or the things they can see on the way. بيقول يمكن هم بيعرفوا ده أو بيستخدموا الشمس، النجوم، أو الحاجات اللي هم بيشوفوها في طريقهم. Scientists have spent a long time trying to find out how they do this. العلماء طبعا بيقضوا وقت طويل أو قضوا وقت طويل بيحاولوا يكتشفوا إزاي هما بيقدروا أو كيف هما بيعملوا ده. طبعا ده الـ General Exercise على Lesson 3.
خلينا نحل مع بعض سؤال choose، بيقول لنا choose the correct answer. Number one, ecotourism creates a new what for local people, creates a new jobs. Number two, we use what bags of shopping to protect the environment. نستخدم حقائب ملهى عشان تحمي البيئة، أكيد eco-friendly bags، يعني حقائب أو شنط صديقة للبيئة. Wildlife watching, cycling and snorkeling are interesting what? Interesting activities. Try to trash whenever possible to protect our environment. Try to recycle. وبكده انتهى درسنا النهاردة، أتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لباقي الفيديوهات. كان معكم مستر محمد سيف، أشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.